حلقتنا اليوم هتكون مرة مميزة، بتتكلم على توقعات الرجل والمرأة، إيش هم متوقعين من بعض، كيف هي التوقعات هذه يقدروا يوصلوها لبعض ويقدروا ينفذوها لبعض. هنتكلم على نوعين من التوقعات، التوقعات الإيجابية والتوقعات السلبية. نبدأ في التوقعات الإيجابية. إيش أقصد بالتوقعات الإيجابية؟ التوقعات الإيجابية إنه مثلا المرأة تتوقع من الرجل إنه يكون رومانسي، إنه يجيب لها ورد، إنه يكلمها دائما في التليفون، إنه يسأل عنها، إنه يرسل لها رسائل، إنه يتعامل معها بطريقة معينة، إنه دائما يكون متواجد لما تكون هي تعبانة، إنه دائما يكون كويس لما يتعامل مع أهلها. توقعات كتير تيجي في بال المرأة، هذه التوقعات جيدة يا مرأة إنك أنت تتوقعيها، ولكن تنصدمي إذا هو ما سوى هذه التوقعات أو ما نفذ هذه التوقعات. فبيحصل إيش بين المرأة الآن؟ توتر وجدال، وليه ما سويت وليه ما فعلت لي، أنت رجل ولازم تفهم ولازم تعرف. حابة أقول لك إنه التعريفات للتوقعات بين المرأة والرجل تختلف. ناخذ مثال إيش أقصد إنه التعريفات تختلف بين الرجل والمرأة. نقول مثلا دخل عليك زوجك من العمل وكان مرة متحمس وجاء حكاك حكاية. الحكاية دي بتقول إنه جانا اليوم الملك وجا زارنا، أنت مع المفاجأة فاجأتي، قلت له يا الله من جد كذاب، لا مش معقول جاكم الملك زاركم اليوم. هو فجأة نسي كل الكلام وتذكر كلمة كذاب، وجا قال لك أنا زوجك كذاب، أنا أبو ولدك، وبدأ يلومك ويعادك، وأنت طبعا تفاجأتي أنه أنت ما تقصدي، أنت كان قصدك أن أنت بس متفاجئة أن الملك زاركم اليوم في العمل. فلاحظتي كيف أنه الرجل ليه تعريف معين للكلمة غير تعريفك؟ نفس الشيء التوقعات، تعريف التوقعات عند الرجل مختلف عن التعريف الموجود عندك. فأول شيء تسويه تقعدي مع زوجك وتقولي له أنا أتوقع منك 1 2 3 4، وشوفي هل هذه الأشياء يقدر يسويها ولا لا. ونصيحتي لا تتوقع من أي شيء من زوجك سواء كان جيد أو بطال، دائما توقع الشيء الجميل ممكن يصدر منه، مش الشيء اللي أنت متوقعته أو الشيء اللي تبغيه، لأنه لو جاء أعطاك شيء حلو وشيء إيجابي هتنبسطي فيه. أما أنت حاطة توقعات معينة وما جاتك التوقعات دي مع أنه هو أداكي أشياء مرة طيبة، ما هتتفاجئ فيها ولا هتنبسطي فيها لأنه أنت حاطة ببالك توقعات معينة. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.